هلا مساحتنا يا سالي رح ندخل فيها عالم الطفولة من بوابة القراءة ونتعرف على أهميتها وأثر أدب الطفل في بناء شخصيته اللغوية مع رنا أحمد شريف، كاتبة في أدب الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا أهلا وسهلا وسهلا فيكي. فيكم. تحت الهواء كنا عم نقول انه عالم الطفل هو عالم واسع وعالم مليء خلينا نحكي بالبراءة بالطفولة بالشغلات الجميلة اللي نحن بس كبرنا صرنا نستخدم. الطفل قديش مهم انه يكون عنده اساس وركيزة اللي هي القراءة، حب القراءة، حب الاكتشاف وحب التعلم، خلينا نحكي عنه. صحيح، كثير مهم يكون الطفل تعود منذ الصغر انه يحب الكتاب، تعلقه بالكتاب قبل القراءة، يعني انه هو يتعلم لو رسم لو اي شيء. فكثير مهم انه يكون عنده حب للقراءة، بعدين حب الاستكشاف، حب الفضول هو موجود عند الطفل، بس الاهل كيف يتموا عندهم قابلية لانهم يتطوروا. يسمعوا الطفل ويجاوبوا على أسئلته المتكررة والأسئلة اللي ممكن مثلا أحيانا بيسألها كتير الطفل، بيجي عمر بيصير بيسأل كتير أسئلة ممكن الأهل بيملوا منها هاي الأسئلة إنه تكررت أو صحيح بسيطة، نحن بنعتبرها بسيطة بس هو صح بنظره عنده فضول إنه يتعرف عليها. تمام. بيقولوا بعالم الطفولة ضروري ضروري القراءة، ضروري الأم تقعد لو كان طفلة مثلا ما بيحكي ما بده يتناقش وياها بالقصة، بس تحكي له قصة من عمره مثلا أشهر لحد ما يكبر، تصير هي عادة يومية. احكي لنا عن أهميتها وقديش في قيم وأخلاق بتفوت بقصة بهاي القصة. صحيح، هلا دراسات أمريكية بتقلك إنه الطفل قادرة إنك تقرأي له من عمر 6 أشهر. تمام من عمر 6 أشهر بيقدر يتجاوب معاكي، يقرأ وجهك أنت مبتسمة مبسوطة زعلانة، بيقدر يتفاعل معاكي يضحك يكاغي هيك. ففينا حتى نحن نقرأ له، هذا بيتم عنده بمخزون الباطني يعني بعقله. لأكبر شوي بتلاقي بقى فينا كتب تفاعلية أكثر، مثلا يفتح على شغلات بسيطة بس صورة أو بس كلمات معينة نحن بنصير نقشر له هو يعبر عنها بهاي الطريقة. فكتير مهم كمان هذا الشيء. أكيد، يعني في أهالي ما لهم خلق لأنه يقروا قصة لأطفالهم، بيجي الطفل بيقول لها ماما قري لي قصة، فهي ما لها خلق تقرا له أو ما في هذا يعني الاهتمام بهذا الشيء، يمكن هي تفكره شغلة عادية إنه إيه خلاص يلا ماما نام، ممكن تحكي له هيك حكاية عادية بلا ما تفتح هي القصة لهو يتعلم إنه هي فاتحة وعم تقرا له، هي عم تحكي أحيانا من خيالها. قديش مهم انه ما عليه لو ما لها خلق الوالده انه تقرا له قصص، لا هي تعرف انه هي مجرد ما فتحت قصه قدامه وقرات له هو رح يحس بشغلات تانية، وبس يكبر او يفوت على المدرسه يفتح ويبلش يقرا ما يكره الكتاب. قد ايه مهم هذا الشيء. صحيح، كثير مهم الأم يكون لها بال شوي طويل إنه تحب تقرأ للأطفال لأولادها. كيف انتقل أساساً أدب الأطفال؟ يعني هو من خلال كانوا الجدات والأجداد مثلاً يقروا قصص، فما كانت مسجلة، هن سمعانينها من جدهم من أساطير من يعني من قصص قديمة، فكانت تنتقل هيك للأطفال. فالأم كثير يكون عندها بال طويل إنه تقرأ، بس كثير أمهات فعلاً مثل ما قلتي ما عندهم هذا البال الطويل، بس هن لو عملوها قبل النوم انه نحن كيف نقرا، كثير مهم انه تصير عاده فعلا قبل النوم انه نحن نقرا قصه. طب لو الام مو قدرانه ممكن زوجها احيانا كمان تستعين فيه انه يقرا القصه، بس هلا بيقولوا لك مو مهم كم القراءه، دراسات كثير اثبتت انه مو مهم كم القراءه للطفل بقدر مو مهم طريقه قراءتك للطفل. شوفي قديش نقطة مهمة، طريقة القراءة للطفل. صحيح. طريقة القراءة للطفل بيقولوا لك إنه تكون بشكل تفاعلي مع الطفل، لأنه أنت إذا بس عم تقرأي له رح يمل الطفل، يعني بيجوز يسمعك شوي وتلاقيه التها بشغلات تانية ما عاد معك مركز. فكتير مهم إنه أنت طريقتك كيف تتمي عم تسألي جاوبي شو رأيك، يا ترى شو بيصير آخر شيء، شو حبيت من الشخصيات، شو رح يصير، تمي معه عم تتفاعلي عم تتناقشي بالقصة، فهذا عامل كتير مهم. حكينا على دور الأهل مشان يشجعوا الولد ويحب يقرأ قصص أو يستمع للقصص ويركز معهم، احكي لنا كيف ممكن نشجع الولد أو الطفل يلي ما بيحب أصلا لا يركز مع أمه وقت تقرأ له القصة ولا بيحب أصلا هذا الموضوع، كيف فينا نشجع هذا الطفل ليتعلم القراية أو ليقعد ويركز مع أمه وهي عم تحكي له القصة؟
أول شيء نحن ما بنفرض القراءة فرض على الطفل، لأنه هلأ مثل ما بتلاحظي أغلبية الأطفال ما عم تحب القراءة. ليش؟ لأنه بتحسيها يعني كأنه فرض عليه. لا، أول شيء دور الأم تحببه بالكتاب، يعني حتى الأدب الأطفال هو ما هدفه أساسا تعليمي، بس ينفرد على الأطفال حينفر منه الطفل، هدفه منه المتعة والتسلية. تمام. متى ما أنت أصبحتي حببتي الطفل بالكتاب كنوع من المتعة والتسلية، يعني هو متعة وتسلية، عم يشوف شخصيات، عم يتفاعل معها، عم يتأثر فيها، يعني ممكن شخصيات تكون قدوة عند الأطفال. فكتير مهم أنه نحن نجعلها نوع من المتعة، نوع من التسلية. يلا تعال نشوف شو رح يصير، يعني ما إلا قصة كتير جدية أو تعليمية أو نعم. يعني أبدا أبدا هي ما لها تعليمية. كتير كتاب لأنه بيربطوا التعليمي تمام. بالكتابة للطفل، لا هي ابدا ما لها تعليميه. ممكن بتعلم اكيد وفيها قيم وفيها تربيه، ولكن ما لها بشكل تعليمي. التعليم له وقته بالمدرسه، الطفل يعني بيصير انه عم يتعلم في مكان يتعلم فيه. القراءه اكثر شيء هي انه نحبب الكتاب للطفل. نعم. يمكن الاسلوب اللي حكيتي عنه هو كثير مهم، خلينا نحكي مثل سرد أي قصة، جذب الطفل، هي عملية جذب الطفل للكتاب للقراءة، وحتى من خلال استضافتنا لكثير من الأشخاص تعنى بالكتب للأطفال، عم نشوف عندها دقة بتصميم غلاف الكتاب بالألوان واختيار الشخصيات المحببة للطفل. قديش عنصر الجذب مهم؟ أكيد الطفل أول شيء شو بيهمه؟ الطفل ما بيهمه البلاغة بالكتابة أو حبكة القصة. تمام. أو هي شو بيهمه أول شيء؟ أول ما بيجذبه بالكتاب بيهمه الألوان، يعني إخراج الكتاب، بيهمه الرسومات، كيف طريقة الرسومات اختلفت حتى إذا بتلاحظي مع الوقت الأطفال يعني. صحيح. فكتير عامل مهم الألوان تكون واضحة حلوة، ألوان متناسقة مريحة للعين، بنفس الوقت الكتاب كمان يكون منسق بطريقة حلوة، الرسومات متناسبة مع عمره، ما يكون مثلا كتير معجقين الرسم فايت مع الكلام مع هيك، يعني نعطي الرسمة حقها. ولكن أكيد المحتوى هو الأساس، هو نعم. كتير أكيد. عامل مهم الصورة، ولكن المحتوى هو الأساس. دائما كمان الأهالي شو بتنصحيهم؟ إنه الكتاب المناسب للعمر المناسب، ولا يخلوا مثلا الطفل يختار يعني ضمن هذا عمره المناسب يختار القصص اللي بده إياها، ولا الأهل يتدخلوا بالاختيار؟ شو رأيك؟ يعطون المجال والحرية الاختيار للأطفال، ولا يصير تدخل بالأهل مع الأهل؟ حرية الاختيار حلو، بس هلأ إحنا عم نشوف حقيقة في كتب صادرة أحيانا لا تتناسب مع يعني معايير الكتابة للطفل. أنا من فترة قريت حتى قصة وصادرة عن دار نشر سورية، يعني مثل بتعلم الغش أو بتعلم الكذب مثلا. فبدنا كتير نكون دقيقين، يعني وقت نكتب للطفل كتير بدنا نكون دقيقين. إحنا ما بدنا نزرع بالعكس قيم سيئة عند الطفل، إحنا بدنا نغرس قيم صحيحة ومبادئ سليمة عند الطفل. فكتير مهم. صح، ممكن الطفل ما حنورجيه إنه هو كامل أو طفل. تمام. يعني الطفل كل حتى ما يحس حاله أسوأ حتى من الشخصية اللي عم يقراها. ممكن الطفل بيغلط، بس إنه كيف تعلم مثلا عمل هيك، كيف تعلم، كيف لقى هي الشغلة صح لو عمل هيك. فكتير مهم هي النقطة. نعم. أكيد. يعني حتى بعالم التكنولوجيا وعالم التطور أصبح الطفل عنده آيباد، عنده موبايل، ممكن يعمل يتسلى، الألعاب هي شغلة باله من وقت ما بيوعى على الدنيا. فالأهل بفكروها دلال إنه منجيب له الآيباد، منجيب له للطفل آيباد. قديش هالعادات الخاطئة اللي عم بتساهم بقتل جيل كامل فكريا، ما عم بتخلي يفتح، بينسى شيء اسمه كتاب وقصة، بده يخلص من المدرسة ليرجع على البيت ويفتح تليفونه أو الآيباد تبعه. صحيح. قديش هذا نقطة لازم نسلط عليها الضوء لجميع اللي عم يتابعنا من الأهالي. صحيح. هلا التكنولوجيا ما في غنى عنها. تمام. يعني بعصر تكنولوجيا احنا، بس فينا نقول انه هي اصبح هناك فجوة ما بين التكنولوجيا والكتاب. لانه هلا لو حطيتي ايباد وكتاب قدام الطفل، اكيد الايباد 100% الايباد. طيب أكيد. لما عم ياخذ ايباد عم يقرا؟
لا بده يلعب على الايباد، احنا عم نعرف شو عم يلعب، شو هي الالعاب اللي عم يلعبها، شو ممكن يمرقوا له خلال هي تمام. الالعاب، لانه في شغلات عم تمرق كمان للطفل، يعني في غزو مثل ما بيقولوا اعلامي وفكري للطفل حتى، فكتير مهم انه نحن نعرف نتابع شو عم يساوي على الايباد ونحن نوجهه. هلا كتير شغله حلوه صارت انه اتجهوا دور نشر لعمل منصات قرائيه تفاعليه للطفل. تمام. كيف يعني؟ يعني ممكن قصص، لو كبس قرنة بينفتح شباك، بيطلع صوت عصفور، موسيقى، بيكبس شغلة بتتحرك الطابق، يعني في شغلات أصبحت تفاعلية بس هي مناسبة لعمر محدد لسه، يعني ممكن بعد 6 7 سنين ما عاد يتفاعل معها الطفل، ما عاد تعجبه هاي القصص، فهون لسه في فجوة كبيرة كتير إنه ما خلقوا شيء لسه هيك للأطفال ما فوق 7 سنين. خلينا نحكي عن الكتب الإلكترونية، قديش هي كمان مهمة والأطفال عم يستخدموها ومبسوطين فيها، إنه بيكبروا الخط، بيصير أكثر من الكتاب واضح. خلينا نحكي عن أهمية الكتب الإلكترونية، وإذا بدك تحكي إلى سلبيات احكي لنا عنها، سلبيات وإيجابيات. لك الكتب الإلكترونية شيء أنا بقول تشجيع القراءة بأي شكل من تمام أشكالها، ولكن لا غنى عن الكتاب. لما تمام تمسكي كتاب تتلمسيه، تحسي فيه، يعني هيك تشمي ريحة الورق، تتصفحي، تشوفي، بتحسي كل حواسك عم تشتغل أكيد، معها. بس هي نحن بس الصغار بعد صحيح الصغير. الصغار هلا كتير حلو، لا كتير حلو، انه لانه قلت لك انا هاي الكتب التفاعليه مع الاطفال كتير حلو، معلش، لانه هيك بيكونوا عم يستغلوا على المقلية الايباد واستخدام التكنولوجيا بشيء صح، باتجاه صح، ما عم يستخدموها بطريقه غلط، كتير حلو، بس نحن نخصص وقت، لانه حتى اللي اخترع الايباد واللي اخترع بيقولوا لك ما كان يقعد بنته اكثر من نص ساعه يمكن او ربع ساعه باليوم. تمام شفتي، فاحنا مفروض نحدد وقت، كتير مهم ان نحدد وقت، ما نترك لهم المجال مفتوح، يعني الام احيانا عشان تتخلص من الولد او من نقل الولد بتترك له خلص الايباد بايده ماما وبتنساه، لا أكيد. نحن بنخصص وقت، فيك تقعد ماما 10 دقائق، ربع ساعه بس، لو مو هو اكثر كان من هيك. ساخن بالكتاب وعم بيقرا فيه ومندمج مع الكتاب ربع ساعة، يمكن مثلا ما يكون مخلص جزء بسيط من الكتاب، بناخذ الايباد منه، لكن يعني اكيد لازم اثبتت نخصص. الدراسات في تمام اضرار للاشعه، اكيد يعني هي الاشعه سواء على النظر وسواء على رقبه الطفل لما عم يتم هو ماسك، صحيح الى يعني علينا نحن مساوئ كيف على حتى، الطفل. صحيح، اكيد الى مساوئ لقدام. هلا بيقولوا لك لكم سنه تانية نسبه حط النظاره عند الاطفال حتزيد بشكل كبير، مزبوط. يعني وممكن يوصل للعمى بعيد الشر، يعني عن الاطفال وعن الكل. تمام، اكيد يمكن هي عملية متكاملة بين البيت وبين المدرسة، ممكن الطفل ما يتجاوب مع المعلمة، يتجاوب مع أمه، والعكس صحيح، أحيانا ممكن أمه ما عندها هذا الأسلوب يلي عندها اياه هي الأنستو بالمدرسة. قديش مهم يكون في تشبيك بين البيت وبين المدرسة؟ معلش خلينا لو بدنا نتعذب شوي، خلينا نشبك شوي مع بعض لنعرف كيف بدنا نوجه هذا الطفل ليصير الشيء اللي ما بيحبه يحاول يحبه. يلا شو سألتي سؤال حلو، كتير مهم دور المعلمة. تعرفي تمام المعلمة بالنسبة للطفل بدك تقولي هي شبيهة برسول. لو أكيد أنت جيتي عم تعلمي ابنك، لاحظي بتجي عم تعلمي، لا المعلمة ما قالت هيك، الأنسة قالت هيك، فالدور المعلمات هون قديه الوعي، قديه مؤهلين، قديه عندهم قدرة لمسايرة عدد كبير من الأطفال، هاي نقطة كتير مهمة. المعلمة بالنسبة للطفل هي مصدر، يعني شغلة كتير كبيرة بنظره، فكتير مهم للمعلمات كيف يتعاملوا مع الأطفال، كيف يكونوا قريبين منهم، كيف يقدموا لهم المعلومات، طريقة المعلومات، ما بس حشو معلومات، طريقة كيف، بطريقة إنه يشوفوا يعني طريقة لعب بنفس الوقت طريقة تعليمية. نعم، بس بهالوقت عم نلاقي في تعاون مثل ما قلتي سالي بين المدرسة والأهل، وأكيد الجيل بده يطلع جيل راكز، أنا بلاقيه وواعي، إن شاء وأكيد الله. يعني بده يطلع جيل رائع. نتشكرك لوجودك معنا وشكرا على نصائحك القيمة. شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية. نتشكر وجودك معنا، شكرا. بنتشكر المعلومات اللي قدمتيها، وبنتمنى لبنات الغد اللي هن أطفال اليوم ولكن هن بنات الغد كل التوفيق بمسيرتهم العلمية وغيرها.